معدل تسليم البطاقة المدنية يبلغ يومياً حوالي 20,000 بطاقة في الفرع الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية وفرع الجهراء والأحمدي. ولتخفيف الازدحام وتجنب نقل العدوى بين المراجعين، أطلقت الهيئة خدمة توصيل البطاقات المدنية إلى المنازل، ويتم توصيل البطاقة الجاهزة خلال 48 ساعة. آلية تقديم الطلب أو آلية طلب الخدمة هذه، إن هو يدخل على موقع الهيئة، يدخل الرقم المدني ورقم مسلسل البطاقة اللي يبي يستلمها، وكذلك أي بطاقة إضافية على نفس العنوان. يشترط أي بطاقة إضافية تكون على نفس العنوان على أساس يكون الطلب كله يطلع في يعني باكج واحد. فراح يتم التحقق من خلال النظام من جاهزية هذه البطاقة، والجاهزية المقصود فيها أن ما تكون مودعة بأحد أجهزة التسليم الموجودة في مواقعنا الرئيسي الأحمدي أو الجهرة، أو تكون تحت الإنتاج. يتم إدخال الموضوع العنوان والرقم الآلي المراد توصيل البطاقات وكذلك الرسوم. مع انتهاء هذه الخطوات يتم إرسال الطلب إلى شركة التوصيل. إذا كانت المعاملة إصدار البطاقة لأول مرة، يطلب مندوب شركة التوصيل من المراجع الثبوتات اللازمة. أما إصدار بطاقة بدل فاقد غير مشمولة في خدمة التوصيل، فعليه الحضور الشخصي للهيئة لتقديم طلب إصدار البطاقة. قبل تسليم البطاقة، الشركة عندها جهاز قارئ يتم من خلاله قراءة البطاقة القديمة المطلوب أن المراجع يسلمها لإظهار بياناتها على الشاشة. يتم التحقق أن هذه البطاقة فعلا هي البطاقة الصحيحة وليست مفقودة سابقا وتم إصدار بطاقة لاحقة بعدها. يتأكد من صحة الإجراءات هذه كلها. الجهاز هذا كذلك موصول من خلال الشركة مع الهيئة بالتدقيق على هذه المعلومات. تبلغ رسوم خدمة توصيل البطاقة دينارين، يضاف مبلغ ربع دينار لكل بطاقة إضافية على نفس العنوان. المراجعون ثمنوا وأشادوا بهذه الخطوة الرائدة. هذه خدمة بالعكس طيبة والناس بحاجة لها، وإحنا اليوم في كل مكان، يعني أنتم شايفين قاعد يصير دائما التسريع واتباع الطرق الحديثة لاستخراج معاملات الناس، وهذا شيء بالعكس شيء طيب، وإحنا نتمنى يكون، ويا ليته من زمان كان صاير، خصوصا في الفترة هذه إحنا في أحوج ما نكون لها. يعني أنتم وفرت علينا شيء كبير، أول شيء زحمة، ثاني شيء يعني كبار السن، فالشيء هذا الله يجزاكم خير. الشركة لديها القدرة على توصيل 10,000 بطاقة مدنية يومياً متاحة لجميع المناطق في البلاد. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.